رجعنا لكم تاني ومعانا ومنورانا النهارده الكاتبه ريم الانصاري اللي هنتكلم معاها عن كتابه مفاتيح التوازن الخمسه. اهلا وسهلا يا ريم. اهلا بيكي. انا عايزه اقول لك ان انا في الحلقات اللي ليها علاقه بالكتب النفسيه ببقى طبعا انا ببقى مستمتعه في كل الحلقات، بس انا بجد بحب الكتب النفسيه وبشوف هي قد ايه مفيده لكل الناس على جميع الشرائح وعلى جميع المستويات، ستات رجاله اطفال، قد ايه بجد بنستفيد منها. صح، انا اكتر واحده حقيقي. يعني هايدك في الكلام ده. يعني اولا قبل ما ابتدي اتكلم عن الكتاب وعن المفاتيح وهم ليه خمسه وهم ايه الخمسه، عايزه اعرف منك انت كنتي في التسويق. ايوه، انا كنت بشتغل في مجال التسويق فتره طويله. طويله، ايه الشيفت اللي حصل ده؟ حصل ازاي بقى؟ احكي لي. بصي، انا الحمد لله كنت محظوظه جدا. اشتغلت في شركات كبيره وتعرفت على ناس يعني انا بعتبرهم من اذكى الناس على الكوكب يعني. كنت بشتغل بره مصر وكنت مسؤولة عن منطقة كبيرة، منطقة الشرق الأوسط كله في مجال التسويق والمبيعات. جميل. بس وصلت لمرحلة كده وحسيت أن أنا عايزة أعمل حاجة مختلفة. كنت ناجحة جدا بس حسيت أن أنا عارفة، لا حاسة أن أنا لو فات الوقت هاجي بعد كده ممكن أندم على حاجة ما عملتهاش. ما كانش ينفع تكتبي وتبقي في نفس لا. المجال. أنا كان صعب. انا من مبدا اللي هو يعني صاحب بالين كذاب. انا بحب قوي الواحد يركز ويدي كل طاقته لحاجه عشان يجيب اخره كده ويشوف هو يوصل لايه. ساعات كتير كنت بكتب، انا بكتب من وانا صغيره ودايما بكتب خواطر، بكتب شعر، بكتب قصص قصيره، بس دايما كنت بكتبها لنفسي. ما كنتش متخيله خالص ان في حد هيقراها او ان انا هحترف الكتابه يعني. عايزين نبتدي نتكلم على طول عن المفاتيح الخمسة، والحقيقة انه انتي عايزة اقف معاكي عند جملة مكتوبة في الغلاف قبل ما نتكلم عن ايه هما المفاتيح الخمسة. اسمح للنور ان يدخل قلبك واجب عن تساؤلات النفس والعقل والروح. المقصود هنا انه عارفة دايما البني ادمين بيبقوا شوية مقفلين على نفسهم بالاحكام بتاعتهم، بيصدروا احكام على افكار معينة، على اشخاص معينة، على اشياء معينة من حولهم. فكل ما الواحد خلى النور او خلى مخه يوسع شوية وخلى فيه مساحة جواه، جوه مخه، جوه قلبه، جواه، انه هو يتقبل افكار مختلفة، اراء مختلفة، هيوصل لإجابات مختلفة. أكيد. فكرة التوازن هي الفكرة الرئيسية للكتاب بتاعك، وأعتقد أن التوازن والاعتدال دول مطلوبين في كل حاجة في حياتنا. فكرة أن إحنا ما ننجرفش لأي اتجاه أكتر من التاني، إن إحنا نكون متوازنين أو معتدلين بشكل عام، ده مهم جدا. جات لك منين الفكرة وإيه اللي خلاكي تركزي على الفكرة؟ ده أول كتاب ليكي؟ ده ثالث كتاب. ثالث كتاب ليكي. الكتب اللي قبل كده قبل نفسية كده كانت روايات. لا، روايات. ده أول كتاب نفسي. أول كتاب نفسي يعتبر بالنسبة لك. إيه اللي خلاكي تركزي على فكرة التوازن؟ بصي، أنا كنت بقرأ عن حاجة اسمها المناطق الزرقاء في العالم. دي مناطق حول العالم في حتت مختلفة جدا. بس لما عملوا أبحاث عليهم لقوا إن الناس دي بيعيشوا كتير قوي وبيعيشوا بصحة جسديا ونفسيا عالية جدا. حلو. ولما بحثوا ليه الناس دي بتعيش كده لقوا ان هم عندهم خمس ست حاجات بيعملوها في أوكي. المناطق دي. أوكي. لو درستي الخمس ست حاجات دي هتلاقي ان هم عايشين بتوازن. توازن من جهات مختلفه. انا بشوف ان الجري ورا السعاده او اللهث ورا السعاده، كل الناس لما تقول لهم ايه حلمك يقول لك ابقى سعيد. ازاي؟ فاهمه قصدي؟ فكره السعاده دي حاساها فكره شويه فيها مش حقيقيه. لو البني آدم قدر يوصل لتوازن معين في حياته كده كده هيكون عنده هدوء وسكينة ورضا وسعادة. صحيح. أوكي. صحيح. وانتي أخدتي الخمس مبادئ أو الخمس أفكار اللي هم عايشين فيها، عايشين بيها في المناطق الزرقاء دي، هم دول الخمس أفكار اللي انت حطيتيهم في الكتابة؟ لا، هم مش ولا هم مختلفين؟ مختلفين شوية. مختلفين. لكن فكرة التوازن في الحياة وان هي بتوصلك ان انت اصلا مش بس تكوني سعيده، ان انت تقدري تعيشي حياه اطول. الناس دي بتعيش فوق المية وبتعيش وايه ومش متقاربين، يعني هتلاقي في منهم في جنوب امريكا، في منهم في اوروبا، في يعني المناطق الزرقاء دول خمسه حوالين العالم. اوكي. ما يعني مش مثلا قريبين من بعض فبيعملوا زي بعض، لا، هم التقوا في نفس الفكر اللي هو في الاخر خالص لو بصيتي له هتلاقيه هو توازن بين عناصر مختلفه في البني ادم.
صحيح. خلينا نتكلم عن الفكرة الأولى في 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 طريقنا إلى التوازن عشان نقدر نكون متوازنين في حياتنا. كانت إيه أول فكرة من وجهة نظرك؟ الأفكار. الأفكار. إن البني آدم يعني أكتر حاجة بتؤثر جدا في حياة البني آدم هي أفكاره. الأفكار دي كارثة. طبعاً. عارفة اختياراتي دمرت حياتي. أيوة. أفكاري دمرت حياتي. اختياراتي مدمرة حياتي. أفكاري مدمرة حياتي. بالضبط. الأفكار فعلاً عليها عامل كبير جدا في ان احنا نكون يا اما حقيقي راضيين ومتوازنين زي ما بتقولي، يا اما نكون مش شايفين اي حاجه غير تعاسة في حياتنا. هي الافكار اصلا هي اللي بتعمل، يعني هي بتحدد مصير البني ادم. صحيح. اوكي، لان افكارك بتاثر جدا 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 على مشاعرك انت حاسه بايه، ومشاعرك وافكارك بياثروا جدا على تصرفاتك، فاذا بياثروا على حياتك ومصيرك. بالظبط. فالافكار مهمه جدا جدا، والمشكله ان البني ادمين ما بيقدروش يوصلوا لفكره انه هم مش انت لست افكارك، اللي هو اول باب في الكتاب. يعني ايه انت لست افكارك؟ تقصدي ايه؟ يعني هقول لك حاجه. في كاتب اسمه إيكهارت تولي بيقول انه العقل البشري اوكي خلق عشان يخدمنا، احنا اللي نستخدمه. أوكي. مش هو اللي يستخدمنا، لكن في الوقت الحالي او في كثير من الناس يعني هو اللي بيستخدمنا طبعا. بتلاقي الناس داخله في دوامه افكار ملهاش لاول ولا اخر، اصلا بتلاقي نفسك بداتي بفكره قد كده ودخلتي وتشعبتي وبقى عندك حته اللي هو التفكير اللا ارادي. فاهمة قصدي؟ ما هي الأفكار لحاجات يعني ما تعرفيش انت وصلت لها اصلا ازاي. ما هي الأفكار مجموعة حاجات، مخاوف، حاجات احنا اصلا بنخاف منها، وحاجات احنا اصلا مرينا بيها وثبت فينا علامة او عملت لنا تروما او عملت لنا مشكلة في حاجة معينة، يا اما حاجات بنفكر فيها لسه عايزين نعملها واحتمال نبقى خايفين منها احتياطي برضو وهي لسه ما حصلتش، يا اما بنفكر طول الوقت في مستقبلنا اللي فات اللي جاي. يعني الافكار دي تتخلصي منها ازاي؟ طيب اهم حاجه في الموضوع ان يبقى عندك وعي. يعني مبدئيا كده بسم الله الرحمن الرحيم كده اول حاجه نعملها ان احنا يبقى عندنا وعي، قادرين نفهم يعني ايه ان انا اقدر اتحكم في افكاري. اول حاجه الناس لازم يعني الناس اللي هي بتبدا تفكر الفكره ده بتعملها ان هي بيبقى عندها مراقبه للافكار. يعني مش قاعده كده سايبه العقل يودي ويجيب ويروح ويدي، لا براقبه، بشوف انا دلوقتي مثلا بفكر في ايه. اول ما الاقيه راح الحته الضلمه ارجعه امسكه. اوكي. انا المتحكمه مش هو اللي سايقني وماشي بيا وبيخبط. بترجعيه ازاي؟ او من وجهه نظرك نصحتي القارئ اللي قرا كتابك او لسه هيقرا كتابك قوي قوي بانه قوي. يرجع ازاي يعني عن الافكار المؤذيه مثلا، الحاجات اللي مش صح، الافكار المؤذيه، انا دايما بنصح لو عندك فكره سلبيه بدليها بفكره ايجابيه. يعني مثلا انا ما بقدرش اروح اعمل كذا، اوكي انا ممكن تقولي عشان كذا كذا كذا، لا طب انا ما بقدرش اروح اعمل كذا عشان ايه؟ طب اروح اعمل كذا ازاي؟ تبديل الافكار السلبيه بافكار ايجابيه دي طريقه. او على الاقل لو مش قادره توصلي للمرحله دي، هي مرحله متقدمه، ممكن بس ايه نعمل لها نيوتراليزيشن، يعني نعمل لها تبقى نيوترال، لا سلبيه ولا ايجابيه. يعني اوقفها اقول طب استنى دلوقتي انا مش متاكده ده صح ولا غلط، خليني اشوف. يعني الفكره كلها ان انا ما ينفعش افضل ماشيه ورا افكار بطريقه لا اراديه، لازم انا اكون متحكمه في افكاري. اوكي، لازم انا اقول لعقلي لا ستوب، مش هنفكر في الموضوع ده دلوقتي لان ما عندناش كل المعلومات اللي تخلينا ناخد مثلا قرار، اهدى استنى، هنستنى شويه، اعطله شويه، ادي لنفسي مساحه. تفتكري ان كل الناس عندها القدره دي؟ تفتكري ان كل الناس تقدر تتحكم في افكارها؟ كل الناس تقدر توصل للحته دي، هتاخد وقت قد ايه، هتاخد مجهود قد ايه، دي قصه ثانيه. لكن هل البني ادم يقدر يوصل لكده؟ اكيد. لو يعني طبعا نقدر نوصل، نقدر طبعا، نقدر طبعا. في ناس وساوسها وافكارها اقوى منها طبعا، بس في طرق كتيره قوي لتهدئه الحته دي. تقدري تقولي يعني لنا منها حاجه دلوقتي؟ في تمرينات كتيره قوي في الكتاب. الكتاب على فكره هو كمان بيدي مسار عملي. يعني مش مجرد كلام، انا في كل حته بقول اعمل التمرين الفلاني. في تمرينات كتيره جدا، منها التامل، منها ان انا اقعد ساكته اراقب مثلا نفسي ما اتكلمش لمده معينه، دي بتهدي جدا المخ، بتهدي جدا الافكار الزايده. اوكي، ان انا
أتأمل جدا أنا بقول إيه للناس، كلامي اللي بيطلع للناس مش بس أفكاري، لأن الكلام واللي إحنا بنقوله بيأثر جدا برضو على الأفكار طبعًا. على فكرة إحنا البني آدم مركب جدا جدا جدا، وكل حاجة بتصب في التانية. يعني اللي بناكله بيصب في اللي بنعمله، بتصب في صحتنا، بتصب في أفكارنا، بتصب في قلبنا. ما تقدريش تجزئي حاجة. طيب اتكلمنا عن الجزء الأول أو الفكرة الأولى وهي الأفكار، جبتي سيرة اللي بناكله، فندخل على الفكرة التانية على طول وهي الجسد. وإحنا صحتنا دي أهم حاجة، وزي ما قلتي اللي بناكله يعني إحنا، اللي بنتنفسه هو إحنا، اللي بنشربه هو إحنا، كل حاجة إحنا بندخلها جسمنا دي هي بجد بتأثر فينا. كلميني شوية عن فكرة الجسد والاهتمام بالجسد ده، شرحتيه إزاي وتكلمتي عنه إزاي؟ أنا اتكلمت على 3 نقط، طبعا في حاجات كتير جدا بس أنا ركزت على 3 نقط. الأكل، أنت ما تأكل فعلا حقيقي. فعلا أنت في الآخر خالص بتبقى اللي أنت بتأكله. لازم ناخد بالنا قوي إحنا بناكل إيه، مش أي حاجة وخلاص. أوكي، ولازم يبقى عندنا توازن. يعني مثلا جيتي مرة النهاردة ودبتيها مثلا كان في عيد ميلاد وتورتة وعزومة وفسيخ ورنجة ولسه مخلصين الأعياد ما خدش ده بقى ترند وأفضل طول حياتي ماشية كده، بقيت الأسبوع أهدي الدنيا شوية. صح، أتوازن. ما هو ده برضه هيرجعنا لفكرة التوازن. يعني أنا بدي كام كده نقطة، أنا بقى مثلا في الكتاب بقول إيه رأيكم نصغر طبقنا. يعني انا في مرحله في حياتي كنت باكل كتير قوي، بعدين قلت طب اصغر طبقي. أيوة. بدل ما بقيت باكل في طبق قد كده، بقيت باكل في طبق قد كده. فكره. اوكي، فبتقلل لك شويه اللي انت بتاكليه. في طرق كتيره جدا طبعا، الحركه والرياضه والحاجات دي كلها مطلوبه طبعا. جدا جدا برضو، بس على الاقل نبدا نشوف احنا اصلا بناكل ايه. في ناس على فكره ما عندهاش حتى وعي بتاكل ايه. عارفه بتقش كده. ايوه احنا شعب اكيل بطبع اصلنا قوي. فالاكل مهم. أيوة. نفكر احنا بناكل ايه ونشرب ميه كتير. صحيح. عايزه اقول لك انه كمان، وانت اكيد قلتي ده او معرفش لو كنت قلتيه في كتابك، بس احب اعرف منك، ان الاكل احيانا بيأثر على حالتنا المزاجيه والنفسيه. طبعا. يعني لما بناكل حاجات من الحاجات الممنوعه احنا حقيقي بنتاثر سلبيا باشكال كتير. كل حاجه بناكلها بتاثر علينا، بتاثر علينا حتى على مزاجنا العام. يعني على مزاجنا وعلى صحتنا. ما هو برضو حقيقي. لما انت هتبقي مثلا موجوعه، عندك وجع، عن تعبانه، كل ده بياثر على مزاجك برضو في الاخر. فالاكل مهم جدا. وتاني حاجه اتكلمت عليها النوم. النوم مهم جدا. انت جيتي عند الجرح بقى، عند الجرح بقى، ودوستي على الجرح. النوم، ورجعي لي بقى بالفكره الاولانيه وهي الافكار. النوم والأفكار، وحقيقي كل الأفكار بتجيلك لحظة النوم بتبقي عايزة تتخلص، بقى نفسك في مفتاح تقفلي عقلك خلاص. طب عشان كده التأمل بيفيد جدا البني آدم، لأنه التأمل هو طريقة معينة بتسكت الأفكار. قبل النوم بتدرب. قبل النوم في تأملات طبعا قبل النوم. التأمل على فكرة ده بحر. يعني في تأمل الصبح وفي تأمل الظهر ولكن أنا ما بحبش يعني إيه أتعب الناس. يعني هو اوريدي الناس بقت مشغوله قوي اكتر من اللازم، وطبعا ده برضو جانب من جوانب الحياه اللي بيخلينا ما بننامش كويس. أيوة. يعني احنا مشغولين جدا بالزبط. في حاجات مهمه وحاجات غير مهمه على الاطلاق، زي مثلا السوشيال ميديا. ان احنا بنخش في العالم الافتراضي دون بدون اي وعي، وبنتابع ناس كتير جدا ما تهمناش. وبنتابع ناس كتير جدا متصنعه لحياه فيها كمال حقيقي. وفيها سعاده مطلقه وحاجات زي كده، وده مش حقيقي. وبعدين بعد كمان ما نخش في العالم ده ونضيع وقت فيه، بنطلع من العالم ده ونضيع وقت في تقليده. نعيش حياه مزدوجه مش حقيقيه. قولي لي ازاي البني ادم يقدر ينام نوم مريح وفي سكينه وهو متعرض لكل الكم دون من الحاجات اللي مش بالزبط. مهمه بالظبط. ده غير حاجاته هو بقى المهم. طبعا ده غير بقى قصص بقى الحياه بقى اللي عليه هو بقى حاجته المهم. بس انا بتكلم في حاجه كمان بقت دخيله جدا علينا وبقت جزء من حياتنا. والحقيقه انه مشاكل النوم دي كترت قوي الفتره اللي فاتت، يعني ما كناش نسمع عنها كتير قوي كده زمان. يعني قليل لما كنا نسمع عن مشاكل النوم دي، الا لو حد عنده مشاكل، حد عنده ضغوطات، حد عنده كيس يعني. انما احنا بجد دلوقتي ناس كتير قوي عندها المشاكل دي. بصي، الموبايلات والشاشات عامه بتطلع أزيتنا. حاجه اسمها أزيتنا البلو لايت او الضوء الازرق. الضوء الازرق ده بيشتغل او بيشتغل سلبيا يعني على هرمون النوم اساسا. اوكي، فعشان كده انا بقول ايه 30 دقيقه على الاقل. انا بقول ساعه او ساعتين، بس 30 دقيقه على الاقل
قبل ما نخش السرير اسيب كل الديفايسز واسيب الديفايسز. كل الحاجات اللي حواليا ويا ريت اسيبهم بره يعني يا ريت ما يبقوش محاطين برده الصبح نجيب عارفه فكره المنبه اللذيذ بتاع زمان الالارم ما احنا بنفكر في الموضوع ده برده اللي عنده مدارس واللي عنده حاجات الصبح واللي عنده شغل بيحتاج المنبه برده زمان الناس فنجيب كانت المنبه عايشه حياه لطيفه قوي بالمنبهات دي والحاجات دي ماشي انا مش هقول طلعي كل حاجه بره بس ابعدي شويه فاهماكي فاهماكي احنا بقينا برضو عايشين وبيفرق والله بجد انا بجد جربت الموضوع ده والله حقيقي فرق معايا جدا بيفرق طبعا بجد بيفرق بجد طبعًا. بيفرق وبعدين كمان دلوقتي بما ان بقى في ايميلز على التليفون وفي مش عارفه ايه وايه 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 فبتلاقي الناس ما بتخلصش شغلها بتلاقي مثلا خلاص خلص شغله او خلصت شغلها وراجعه البيت بترد على حد داخله على على جروب مش عارفه بتعمل ايه يعني ما بقاش في حاجه اسمها هدوء فانا دايما بقول ايه قولوا لنفسكم ان انا خلصت يومي خلاص اوكي هرد بكره دي مهمه قوي صح اني ابرمج نفسي وابرمج اللي حواليا انه سيبوني بقى يا جماعه خلاص طيب خلينا نطلع لفاصل احنا كده اتكلمنا عن اول فكرتين تقريبا اللي هم الـ الـ الافكار والجسد والجسد الجسد فيه الاكل وفيه النوم وفي تغيير نمط الحياه هنتكلم بعد الفاصل على طول في بقيه الافكار اتفضل في رحلة حياتنا تشغلنا العديد من الأسئلة الخاصة بأنفسنا والمحيطين بنا مثل ماذا نريد وكيف نفكر ولماذا يتصرف الآخرون بهذه الطريقة؟ هنا يأتي دور كتب علم النفس التي ترشدنا وتنير لنا الطريق نحو الوعي النفسي الصحيح وتكشف لنا الكثير عن أسرار النفوس الغامضة وقد تعددت كتب علم النفس سواء المصرية أو العالمية التي تتناول بالرصد والتحليل كل ما يخص أمور حياتنا ومن أهم وأشهر هذه الكتب كتاب تفسير الأحلام لسيغموند فرويد وفي هذا الكتاب يقدم فرويد شرحاً وافٍ لنظريته العقل اللاواعي وتأثيره على السلوك البشري وكتاب الذكاء العاطفي لدانيال جلومن ويركز هذا الكتاب على أهمية الذكاء العاطفي في مختلف مجالات الحياة سواء في مجالات العمل أو العلاقات الإنسانية وغيرها ويؤكد الكتاب على أن الذكاء العاطفي هو المفتاح الرئيسي للنجاح في الحياة ومن كتب علم النفس العالمية والهامة أيضاً كتاب أشهر 50 خرافة في علم النفس ويتناول مؤلفو الكتاب 50 خرافة عن علم النفس بالدراسة والفحص وعلى الجانب المصري نجد أيضاً العديد من الكتب مثل كتاب أسس علم النفس للدكتور عبد الستار إبراهيم الذي يوضح من خلاله أهم الأسس التي تحكم السلوك الإنساني ومراحل تطوره المختلفة وكتاب إنسان بعد التحديث للكاتب الدكتور شريف عرفة ويهدف إلى وصول الإنسان إلى مرحلة الارتقاء البشري بالإضافة إلى مؤلفات الدكتور عادل صادق مثل كتاب أسرار في حياتك وحياة الآخرين وغيرها وسيظل الإنسان بأفكاره ومشاعره وسلوكياته محور اهتمام الكتاب والباحثين النفسيين ورجعنا لكم مره تانية ولسه مكملين معاكم منورانا الكاتبه ريم الانصاري اللي بنتكلم معاها عن كتابها مفاتيح التوازن الخمسه وزي ما قلت لكم بجد احنا بنتكلم عن موضوع مهم جدا لانه من غير التوازن والاعتدال في حياتنا بجد الموضوع بيبقى مرهق جدا على جميع المستويات عايز ارجع معاكي تاني يا ريم من ضمن الافكار اللي اقترحتيها على القارئ في ان هو لازم يكون كمان متوازن فيها هي نمط الحياة ونمط الحياة إنه لما بيتغير أو بيبقى سريع قوي أو كمان أعتقد لو بطيء قوي في كل الحالات دي ممكن يكون مؤذي تكلمتي عنه إزاي؟ بصي أهم حاجة في الدنيا إن إحنا نفهم إيه هو أصلاً نمط الحياة بتاعنا يعني ناس كتير قوي مثلاً بتتخن فبتعمل دايت لمدة مثلاً أسبوعين ثلاثة فبتخس تاني وبعد شوية بتتخن تاني ماشي. ليه؟ لأنها ما عندهاش نمط للحياة نمط الحياة روتين معناها إن يبقى عندي روتين معين روتين. أوكي. أنا متفق عليه مع نفسي اولا اوكي ومتصالحه معاه تماما لانه انا ممكن حد يجي يقول لي فكره لطيفه وانا لا مقتنع بيها ولا اعرف انفذها فاعملها اسبوعين ثلاثه وخلاص اوكي فنمط الحياه نفسه لازم يبقى فيه اتزان انا اقدر اعمل ايه اكون فاهمه نفسي يعني مثلا انا فتره من فترات كنت عايزه اعمل رياضه فقررت ان انا هعوم
وهمشي وهعمل يوجا بالليل وبعدين قلت انا مش داخله بطوله اولمبياد انا مش داخله بطوله يعني فقلت لا انا اقدر اعمل ايه انا اقدر امشي الصبح شويه واقدر اعمل شويه مثلا اخترتي المناسب بالنسبه لك كده واللي اقدر استمر فيه الكلمه هنا المهمه قوي ايوه الاستمرار اوكي عشان يبقى نمط للحياه فعلا ما يبقاش مجرد ايه حاجه بعملها شويه فيس كده او مرحله وخلاص وعدت ومن اهم الحاجات اللي ممكن تظبط لنا نمط الحياه دي ان احنا نعمل الحاجه اللي احنا عايزينها تستمر مده 21 يوم ايوه اوكي دي بتخلي العاده دي تخش شويه في حياتنا نتعود عليها بجد اوكي في ناس بيقولوا 44 في ناس بيقولوا 66 في ناس بيقولوا 40 انا شخصيا التجربه بتاعتي بتقول 21 يوم اوكي لو اتعودتي على حاجه عملتيها لمده 21 يوم واستمريتي عليها هتكملي فيها يعني غالبا بنسبه مثلا 80% هتكملي عليها طيب اتكلمنا عن نمط الحياة واتكلمنا عن ان احنا مهم ان احنا نختار نمط او روتين لحياتنا مناسب عشان نقدر نستمر وده مهم جدا الانا اتكلمتي عن الانا اتكلمتي عنها ازاي وابتديتي منين في موضوع الانا ده الانا دي بحر بقى كبير جدا طبعاً. جدا بس انا عايزة افهم الناس حاجة مهمة جدا ناس كتيرة قوي بتحط الانا في حتة الغرور او حته ان مثلا الشخص الفلاني حاسس بنفسه فده عنده انا مثلا عنده انا عاليه او مبدئيا كده كلنا في هذه الحياه كل البشر عندهم انا عشان نبقى بس متفقين مفيش حد عنده وحد ما عندوش صحيح والانا دي لازم نفهم ان هي ليها اوجه كتيره قوي قوي بتظهر باوجه كتير لما نفهم الاوجه اللي بتظهر بيها الانا ساعتها نقدر نفهمها فنسيطر عليها عارفه ما تيجي تعوزي تسيطري على بني ادم في انا الطيبه وانا الشريره وكده تقصدي يعني الاوجه بمعنى ايه بمعنى اي اوجه تقصدي هقول لك مثلا وجه شهير جدا اللي انا عمرنا ما بنبص له خالص وجه الضحيه ان انا اعيش طول حياتي حاسه ان حد يعمل لي حاجه لا اصل الناس عملت لي واصل انا ما كانش قصدي واصل انا مش وانا اتظلمت انا اتظلمت والناس كلها تحسي ان البني ادم ده ماشي كان القدر والحياه مستقصداه من اياه هو من وسط بقيه الناس ومستقصده اوكي اول ما تلاقي ده علامه على وجود الانا شوفي مع ان انت دايما تفكري ان الانا هي حب الظهور مش عارف ده وجه للانا بس فيه او ثانيه وجه للانا ثاني ايوه فهمتك ان انا عندي وصلت لي المعلومه اوكي في وجه للانا دايما ان انا لازم اكون صح عارفه في ناس طبعا ما يهمهمش اي حاجه ثانيه غير ان هو يطلع صح لا يفهم الموقف ولا اللي قدامه صح. ولا ليه حصل كده ولا اتعلمت ايه مين الغلط مين اكيد الصح؟ مش انا الغلط يعني اكيد مش انا خالص ده وجه واضح جدا للانا اللي هو انا دايما على الحق فكل واحد عنده وجه للانا على حسب هو بيطلعه بايه بالزبط. او بيحاول دايما يبرز الانا اللي عنده بانه طريقه بالزبط. يا اما بطريقه الضحيه اللي بيستعطف بيها الناس طول الوقت يا اما بطريقه المغرور اللي مش شايف غير نفسه يا اما بطريقه ايه انا دايما على الحق انا دايما صح اوكي المهم بقى في كل دون هو الوعي الذاتي ان انا اكون فاهم اقدر افهم نفسي اراقب نفسي افهمها اتكلم مع المحيطين بيا اسمع الناس بتقول لي ايه اوكي لان الناس دايما بتديكي ملامح من شخصيتك ودي درجه من درجات الوعي والتصالح بالزبط. مع النفس برضو ما هو انا علشان اسمع وافهم واشوف عيوبي لازم اكون متصالحه مع نفسي ولازم كمان اكون عايزه ارتقي بنفسي ما انا طبعا يعني طبعا يعني خلي بالك ان في ناس ما بتفرقش معاها طبعا معترفه بعيوبي وعارفه مميزاتي فقادره اتصالح بالظبط كده وقادره اقعد مع نفسي وافهم نفسي وافهم الانا بتظهر في ايه واعالجها واجاهدها لو لقيت ان هي بتظهر لما تغلط ابقى عارفه انها في الحته الغلط واعرف اقومها واظبطها وفي طبعا طرق عديده لظبط الانا وانت اعتقد انك اتكلمتي عن ده في كتابك عن طريق اليقظه هو ده اللي كنت تقصدي بيه اليقظه هو ده اللي احنا بنتكلم فيه اليقظه دي مهمه جدا ان طبعا معظم البني ادمين ماشيين في الحياه هم صاحيين وكل حاجه بيصحوا من النوم وكل حاجه ولكن هم نايمين مغيبين في الاوتو بايلوت ايوه مجهول نفسهم على الاوتو بايلوت يعني لا عارفين هم بيفكروا في ايه ولا عارفين هم كلامهم اللي بيقولوه ده بيقصدوا بيه ايه ومين وبيضايقوا بيه مين و و و و ولا حاسين بمشاكلهم الحقيقيه ولا حاسين برضو بنقط قوتهم الحقيقيه ما هو برضو صحيح. دي ودي صح ففي ناس ماشيه كده وبعدين من اهم صفات اليقظه ان انا ابقى عايشه لحظتي الحاليه معظم الناس يا بتبكي على اللي فات يا قلقانه من اللي جاي بالظبط اوكي معظم الناس ماشيه الحياه
متجاهلة جدا لحظتها مع ان اللحظة الحالية دي هي حرفيا الحاجة الوحيدة اللي انت متأكدة ان انت تملكيها، وهي الاهم اعتقد، تملكيها وهي الاهم كمان، محدش ضامن بعد 5 دقايق ممكن يكون موجود ولا لا. بالظبط بالظبط، لحظتك الحالية دي مهمة جدا. والانا ما بتحبش خالص اللحظة الحالية. ليه؟ عشان مش عايزة سكينة اللحظة الحالية. لو انت مركزة على لحظتك الحالية هتحسي بهدوء وسكينة. الانا دايما عايزة دراما، عايزة تعيط، عايزة تلوم، عايزة تقلق، عايزة تخاف. هي ده طبعها. أعوذ بالله من كلمة أنا. أنا ابتديت أفهم شوية كلمة أعوذ بالله من كلمة أنا. فعلا الأنا دي مؤذية حقيقي جداً. مؤذية جداً. بأشكال كبيرة هي ومختلفة. هي العدو الحقيقي للبني آدم إذا ما قدرش يسيطر عليها. صح. إذا قدر يسيطر ويقاومها فالبني آدم بيتغير تماما. طيب تعالي نتكلم عن حب الذات. أنا مش عايزة أفوت حاجة والوقت يخلص وما نكونش اتكلمنا عنها. تعالي نتكلم عن حب الذات والفرق ما بين أني أكون بحب نفسي وإني أكون أنانية وإني أكون مغرورة. لأن حب الذات ده لما بيزيد برضو بيقلب بجنان. بصي أنا بالنسبة لي حب الذات مش المفهوم العادي الحب الذات، يعني مش أن أنا بقف قدام المراية بقول الله أنا حلوة أنا بحب وأنا جميلة نفسي. وأنا بحب نفسي. لا ده مش حب الذات. أنا بالنسبة لي حب الذات بالنسبة لي هو أن أنا أعرف قيمة اختياراتي في الحياة. أوكي أوكي. أن أنا أقدر أقدر الناس اللي حواليا والنعم اللي ربنا بيديهاني. ده حب الذات بالنسبة لي. حب الذات لو أنت فعلا قادرة تعرفي إيه هي قيمك، اوكي ايه هو هدفك، حياتك ايه كويس بالنسبه لي، ايه الوحش بالنسبه لي، الوحش بالنسبه لي. لو قدرت تعرفي انه كل الكائنات اللي حواليكي حيوان نبات بني ادمين حواليكي اشياء حواليكي قادره تعرفي قيمتهم، قادره ما تجيش عليهم. لان خلي بالك من حاجه، البني ادم ما بيتجزأش عن بيئته. لو انا ماشيه ألطش في ده وماشيه اخبط في ده واعمل حاجات غلط وبعدين اقول في الاخر ده انا بحب نفسي، لا دي مش حقيقه. حب الذات لا يتجزأ عن حبك واحترامك للحاجات اللي في حياتك كلها. اشخاص، حيوانات، نباتات، واتيفر بقى. انت شوفي الحياه اللي حواليك، الحاجات اللي حواليكي ايه، واذا فعلا انت بتحبي ذاتك هتبقي مديه احترام وقيمه لكل الناس اللي حواليك. طبعا طبعا، وده بنتعلمه بالوقت. أعتقد إن خبراتنا في الحياة بتغير شخصيتنا وبتغير طريقة حبنا لنفسنا. لو عندنا يقظة وعي طبعا. لو عندنا لأن في ناس عندهم خبرات كتيرة جدا جدا جدا، ولكن لما تيجي تتكلمي معاهم في الآخر تحسي طب اتعلمت إيه من الحياة؟ مش عارفة. أنت فرقت إيه من 10 سنين فاتوا؟ بالظبط كده. كنت فين من 10 سنين والنهاردة أنت فين؟ إيه اللي اتغير؟ بالظبط. حقيقي. بالظبط. طيب عايزة أتكلم معاكي كمان عن نقطتين مهمين جدا وأنت أشرتي إليهم في الكتاب، وهو ما بين الفرق ما بين النية وقانون الجذب. وقانون الجذب احنا طبعا يعني احنا يمكن كمصريين او كعرب يمكن قوانين الطاقه والجذب وعلم الطاقه والحاجات دي كلها دي حاجات جديده داخل علينا، يعني طبعا احنا بنصدق فيها بنحبها، هو علم اكيد موجود تم اثباته بطرق كتيره، بس في الاخر هو علم جديد على مجتمعاتنا وافكارنا. الفرق ما بين النيه من وجهه نظرك وما بين قانون الجذب، وقد ايه بتصدقي في قصه قانون الجذب؟ بصي قانون الجذب ده موجود من قديم الازل، هو مش حاجه جديده. هو ربنا قال ايه؟ انا عند ظن عبدي بيه. حلو قوي. ما هو موجود بشكل تاني، مش بالشكل يعني الطاقه. لا موجود بقى بالشكل الديني، بالشكل الطاقة، الروحاني، باشكال تانيه مختلفه. بس الفكره الاساسيه فيه هي واحده. هي واحده. مع اختلاف المصطلحات. إن انا اولا البني ادم هو في معتقد ان انت بتجذب الحاجه اللي انت عايزها او الحاجه اللي انت محتاجها او ايوه. لا انت بتجذب ما انت عليه. ما انت عليه. اشرحي لي. يعني مثلا انا مثلا عايزه فلوس. اوكي حلو. ولكن حاسه طول الوقت فلوس. حاسه طول الوقت ان انا ما عنديش حاجه. ما عنديش وفره. أيوة. مع كل الناس واخده مني، عمري في حياتي ما معايا. طول ما انا حاسه الاحساس ده ما عنديش امتنان للحاجات اللي عندي. مش حاسه ان انا ده. في ناس ما بيبقاش عندها حاجه بتبقى حاسه بغنى. ده حقيقي. اوكي ده حقيقي. تعرفي على طول ان هيجي لهم فلوس. اللي حاسس ان هو عنده من ربنا كل حاجه بياخد اضعاف مضاعفه. يعني عايزه تقولي انه قانون الجذب ليه علاقه شويه بفكره الامتنان. فكره الامتنان وفكره انت احساسك بدلوقتي ايه؟ ايه الحاجات الحلوه اللي عندي؟ ايه الحاجات الحلوه؟ ايه الحاجات اللي ربنا نعم عليا بيها؟ لو انت شايفه ان انت الناس عندك حب في حياتك حب يزيد. لو انت شايفه ان انت عندك امتنان امتنان يزيد. شايفه ان انت ما عندكيش حب، ما عندكيش فلوس، ما عندكيش وما عندكيش وما عندكيش، بس طول النهار نفسك في كذا ونفسك في كذا، لا مش هيجي.
لازم تكوني اوريدي حاسه باللي عندك، واللي انت حاسه بيه قوي يزيد. فهمتك. ده الجذب. اما النيه بقى، النيه انا بالنسبه لي عشان ابسطها للناس، طبعا النيه في ليها تعريفات كتيره دينيه ولغويه وحاجات كتير، لكن عشان نبسط النيه انا بقول دايما النيه هي السبب وراء انت بتعمل كده ليه. يعني لما اجي اقول لك ايه هي النيه، اسالك هو انت عملتي كده ليه؟ الليه دي هي النيه، نيه البني ادم. والنيه مهمه جدا جدا جدا، والنيه دي يعني جوه الانسان قوي بقى. يعني جوه قوي قوي قوي. ولكن اذا البني ادم عايز حاجه معينه في الحياه وما بيوصلهاش ابدا وبيجرب كل حاجه، لازم يدور جوه النيه. لازم يشوف نيته من الحاجه اللي هو عايزها دي ايه، ويقدر يوظف النيه دي لحاجه كويسه لو طبعًا نيته مش كويسه لاي سبب من الاسباب. النيه طبعا ممكن بني ادم يتحكم فيها غيرها، بس اهم حاجه الاول يبقى عنده وعي بيها، انا نيتي ايه، والنيه زي ما انا قلت هي السبب. السبب وراء الحاجه اللي انا بعملها. طيب الاشخاص المحيطين، ودي برضو نقطه اشرت اليها في الكتاب، وهم حقيقي عامل مؤثر بشكل كبير جدا في حياتنا. ده المفتاح الخامس اللي هو البيئه المحيطه. الاشخاص المحيطين مهمين جدا 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 في حياتنا. وانا دايما بقول للناس دايما تقفي كده في اي وقت وتبصي حواليكي وتشوفي مين الناس اللي حواليكي، من اصدقاء، من اهل، من جيران، من زمايل في الشغل. تبصي كده وتاخدي كده عارفه زي صوره كده وتشوفي مين اللي حواليا. اوكي، طيب اللي حواليا دول هل بيقولوا لي الحقيقه؟ هل لو انا وقع في مشكله اقدر اطلب منهم مساعده؟ طيب هل لو هم قالوا لي نساعدك هتقبل المساعده، ولا هتخش انا وتقول لا انا مش محتاجه حد وانا اقدر اعمل كل حاجه لوحدي وكده؟ دي انا برضو. فالواحد لازم ياخد باله جدا 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 بيئته المحيطه مين، وكل واحد في بيئته المحيطه في مكانه الصح. يعني انا مش مطالبه اني اروح اقول اسراري وكل اللي جوايا لجميع الناس. اوكي، لكن انا عندي دايره معينه، دايره الثقه مثلا، اللي هي الدايره اللي حواليا اللي اقدر اتكلم معاهم، اكون اقدر افهم انا حواليا مين، انا بتعامل ازاي، ايه العلاقات اللي مهمه جدا وايه العلاقات اللي لازم اتخلص منها. الكراكيب او العلاقات السامه في حياتي، هل اقدر اتخلص منها ولا ما اقدرش تماما؟ مثلا في محيط العيله مثلا، اوكي، فما اقدرش اتخلص تماما، فاعمل ايه؟ ابعد شويه، احجم شويه العلاقه، اقلل الوقت والجهد. فالحاجات دي كلها مهمه جدا نفكر فيها. لان البني ادم ما يقدرش يعيش معزول، ما يقدرش يعيش في جزيره لوحده. الناس بالنسبه له حاجه مهمه جدا، وانا بسميه النظام الداعم. النظام اللي حواليك اللي بيدعمك، اللي بيخليكي لما يجيلك مشكله تقدري تواجهيها. لان احنا طول ما احنا كويسين بنبقى عادي ماشيين بالظبط، لكن وقت الجد، وقت الصعاب، هو ده الوقت اللي انت بتحتاجي فيه بقى لكل ايه، التولز، كل الحاجات اللي كل الناس الداعمين اللي حوالينا، اللي هم اشخاصنا بقى اللي حوالينا، اللي هم اصحابنا، اهالينا، اخواتنا، احيانا ولادنا. يعني في ناس كتير قوي تدعم البني ادم. طبعا، وده بقى بيتطلب ان انت في وقت الرخاء واللذاذه والكده تكوني عملتي الواجب بتاعك. تكوني عملتي واجبك، فكرتي، شفتي مين النظام الداعم بتاعك، مين الناس اللي حواليكي. يعني اللي هي حاجات مفروض بديهية، بس البني آدم برضو لازم يفكر فيها لو هو عايز توازن. إزاي أكون منتبهة لفكرة التوازن ده؟ لأنه أنا ممكن أكون فاكرة نفسي متوازنة وأنا مش متوازنة خالص. لا، يعني هل التوازن ده بيختلف من شخص لشخص؟ طيب طبعا، يعني كل واحد عندته خلطة. التوازن بالنسبة لريم غير التوازن بالنسبة لراني. صح، كل واحد عندته عنده خلطته السحرية كده في التوازن بتاعه. أهم حاجة إن هو يبدأ بفهم نفسه وبالوعي، وما يسيبش حتة. يعني احنا اتكلمنا في الأفكار، واتكلمنا في الجسد، واتكلمنا في الأنا، واتكلمنا كمان في القلب، في حتة اللي هي بتاعة القلب، واتكلمنا في البيئة المحيطة. لو مسكنا الخمس حاجات دول وتوازنا فيهم بطريقتنا، أنا ما أقدرش أفرض عليكي طريقتي، لأن أنا الحاجة اللي أقدر أعملها أنت يمكن ما تقدريش تعمليها، ونفس الحاجة. فالخلطة بقى بتاعتك اللي هتحطيها في الحتة دي، إن أنا أكون شايفة إن حياتي متوازنة مع حياتي اصلا، مع شكل حياتي انا. مع شكل حياتك طبعا، بيختلف من حد عنده خمس عيال، في حد مش مخلف، في حد مش متجوز، في حد متجوز، على حسب حياتك ماشيه ازاي هتوازني بين الامور. بس
من أهم النقط اللي أنا بديها في الكتاب حتة اليقظة، الوعي، سماع الأفكار، الحديث الداخلي مع نفسك اللي بتقوليه لنفسك. في نقط مهمة كده لو مشيتي عليها هتلاقي أن أنت كده كده ارتقيتي بفكرك ووصلتي قربتي خطوة من التوازن. مهم جدا التوازن، مهم قوي الموضوع اللي اتكلمنا فيه النهارده. بشكرك ونورتينا، واتمنى ان الكتاب ناس كتير تقراه، لان زي ما كنت بقول لك قد ايه الكتب اللي ليها علاقه بالتنميه الذاتيه او التنميه البشريه او علم النفس او الكتب النفسيه او حتى الحاجات اللي بيبقى فيها شق اجتماعي شويه، ليها علاقه بالاسر، ليها علاقه بالتربيه، ليها علاقه بالاطفال، قد ايه بجد بتبقى الكتب دي فعلا مفيده جدا. ميرسي يا ريم، نورتي. قوي قوي. شكرا. كان معاكم ومعانا الكاتبة الأستاذة ريم الأنصاري، اتكلمنا عن فكرة التوازن من خلال كتابها، وطبعا كان معاكم رانيا السيد. بشكرك.